بغرفة التجارة والصناعة والخدمات كان لشباب مدينة طنجة موعد مع دورة تدريبية حول إدارة المشاريع، الدورة التي أشرف عليها مدرب دولي في التنمية البشرية، رمت بالأساس إلى تلقين المتدربين مهارات تسويق أفكارهم في مجال ريادة المشاريع. أشكر مركز المهنيين الشباب في طنجة بالمغرب الحبيبة على مبادرتهم الجميلة لأجل دورة إدارة المشاريع. الفكرة ببساطة شديدة هي فكرة عن ريادة الأعمال. نحن نعطي 5 أشياء للشباب: أول شيء استكشاف القوة والرغبة، ثم مهارة الاتصال لأجل إدارة المشاريع، ثم دراسة الجدوى فمهارة التسويق وماركتينج، وبعد ذلك احتضان الشباب. الشباب سيأخذوا بأمر الله في هذه الدورة الجميلة المشروع، كيف يختار المشروع وكيف يدير المشروع. الحضور تقريبا 150 وأكثر، اليوم سيكون إن شاء الله 150 مشروع قابل للتنفيذ. لو مثل هذه المبادرة تتكرر إن شاء الله فسنرى طنجة عروسة الشمال أو عروسة المغرب على مستوى المدن المتقدمة، وهكذا أتمنى أن تكون مثل هذه المبادرات الاقتصادية موجودة في باقي مدن المغرب أسوة بطنجة. مركز المهني للشباب لكي يوضع اليوم واحد رؤية جديدة للشباب، ذلك حتى التي نعتمدها على التكوين مواكبة إدماج، ولهذه الخطة لذلك وضعنا برنامج لهذه لتفعيل هذه الاستراتيجية، ومنها برنامج إعداد المشاريع بالنسبة للشباب، ولهذا قمنا بإعداد دورة تكوينية في هذا الصدد، وهذه الدورة في إعداد المشاريع الصغرى والمتوسطة بالنسبة للشباب وكيفية إدماجهم في داخل سوق الشغل. مجموعة من الشباب عندهم أفكار مشاريع أو عندهم مشاريع أصلا، فيعانون كثيرا في طريقة إدارتها وتسييرها، فكانت هذه الدورة الأولى من نوعها في المغرب ومجانية لجميع الشباب، كما أننا فتحنا الباب لجميع الطلبات التي وصلتنا، كما يعني الدورة يعني الشباب كان لهم انطباعات إيجابية حول الدورة، والحمد لله الهدف الذي رسمناه وصلنا إليه في هذه الدورة. هي إذن مبادرة قد تفتح الأبواب أمام الجيل الصاعد من المقاولين الشباب كي تتحول أفكارهم من مشاريع على الورق إلى مقاولات قائمة الذات على أرض الواقع.